من مدرسة ذكور بيت سيرة الأساسية المحاذية لجدار الفصل العنصري والمهددة بالهدم، افتتح العام الدراسي رغم كافة المعيقات التي وضعها الاحتلال لوقف المسيرة التعليمية وكتحد للعراقيل والتأكيد على رسالة العلم. في مدرسة مهددة من هذا المحتل الذي يصر على إفساد حياتنا، لأنه يعلم تماما أن بضرب مراكز العلم يضرب الجيل الذي سيكون بإذن الله هو جيل التحدي والانتصار وتحرير القدس. يحاولون إعادتنا إلى عصور الظلام، ولكن نحن مصرين على التقدم نحو العلم والبناء. العام الدراسي في قطاع غزة لم يبدأ بعد، فما زال الطلاب ينتظرون وقف العدوان الذي أسفر عن استشهاد 20 تربويا وأكثر من 500 طالب، بالإضافة إلى قصف وتدمير المدارس. العدوان الغاشم على الأهل في غزة حال دون ذلك، وعليه قررنا أن نؤجل افتتاح العام الدراسي في غزة حتى ينتهي العدوان، وآمل أن ينتهي العدوان قريبا وأكون في غزة لافتتاحه كما أقف اليوم بينكم. فالعام الدراسي كما تفضلت زميلتي الدكتورة ليلى هو منقوص ويشوب نوع من الحزن والحزن والألم. في الضفة فقط بدأ العام الدراسي الجديد وتوجه نحو 500 طالب إلى مقاعدهم الدراسية، ليتجسد الحرمان هذا العام بالعلم الذي توقف مؤقتا حتى انتهاء العدوان. من قرية بيت سيرة غرب رام الله، لما أبو هلال، تلفزيون القدس. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.